أهلا بكم في الجزء الثاني من حلقتنا، وننتقل إلى الملف الثالث. هو ملف الدستور، يعني اللي بيجري وضعه حاليا. الحقيقة في برضه حالة تضارب إعلامي، هل المادة 219 موجودة ولا مش موجودة؟ في الحقيقة الأخبار بتقول، جريدة الأهرام بتقول في خبر الصفحة الأولى، إن السيد عمرو موسى التقى عقد اجتماع مغلق بحث في صيغ توافقية للمادة 219، وإن هو التقى بعضها حزب النور وحاول إن هم يعني يوفقوا الدنيا كده، يقربوا المسافات. حزب النور مش عايز يتفاهم، إحنا نرفض أي تفسير لكلمة مبادئ، وإن مبادئ الشريعة الإسلامية يكون هي مش عارف كذا في الدباجة، ونرفض أيضا التسليم بأي تفسير وضعته المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ. على الجانب الآخر، الأستاذ محمد السلموي بيقول لا، المادة 219 دي ملهاش وجود في الدستور خالص، لأن إحنا كلجنة 50 بنشتغل بناء على وثيقة لجنة الخبراء العشرة، واللجنة الوثيقة جات لنا من لجنة الخبراء العشرة تحت الدستور ده، هي ما فيش فيها أصلا مادة 219، ودي كانت مادة مستحدثة في دستور 2012، وبسببها انسحب 40 عضو من الجمعية التأسيسية، وبالتالي لا وجود لها هذه المادة. إحنا مش بنشتغل على دستور 2012، إحنا بنشتغل على الوثيقة اللي جات لنا من لجنة الخبراء العشرة. في الحقيقة في حالة تضارب، أنا مش قادر أفهم هل المادة 19 موجودة ولا مش موجودة. في كل الأحوال أنا عايز أقول، إذا لم يخرج لدينا دستور حقيقي يليق بكل التضحيات اللي شعب مصر قدمها، يليق بهذه الثورة، يليق عايز أقول يواكب الحد الأدنى حتى من طموحاتنا أن يكون دستور دولة مدنية، فالمؤكد أننا سنخرج لنقول لا لهذا الدستور. الأهرام في الصفحة الأولى يعني بتشير إلى الجدل بشأن المبادئ، وتقول مبادئ الشريعة أزمة متجددة بالدستور، وتقول الأهرام إن في إطار الجهود المتواصلة يعني الوصول لصيغة توافقية، عقد السيد عمرو موسى اجتماع مغلقا لمناقشة وضع صيغات توافقية لمواد الهوية في الدستور الجديد، والاجتماع شهد رفضا من جانب حزب النور بشأن النص على تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في الدباجة. ايضا حزب النور رفض التسليم بتفسير المحكمه الدستوريه العليا لكلمه مبادئ. على الجانب الاخر، استاذ محمد السلموي بيقول ان اللجنه اقرت 10 مواد في الجلسه اللي عقدتها مساء يوم الاحد تتعلق بالحفاظ على الكرامه الانسانيه. ده الاهرام بتقوله. نروح بقى اليوم السابع، هنلاقي عندنا روايه مختلفه. يعني هنا في كلام ان عمرو موسى عايز كده ايه، وافق راسين في الحلال زي ما بيقولوا. اليوم السابع بتقول ان 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 رئاسه الجمهوريه بتنفي اي تواصل مع جماعه بتوع الاحتياطيين بتوع لجنه الدستور. محمد السلموي بيقول بالنص بالحرف الواحد ينص على عدم عودة المادة 219 للدستور، وقال إن هذه المادة تم استحداثها في دستور 2012 وكان هناك خلاف حولها وأدى إلى انسحاب 40 عضو من التأسيسية، وبيقول إن هذه المادة لم تعرض علينا في اللجنة لأنها أصلا مش موجودة في المسودة اللي بعثتها لنا لجنة الخبراء التي نعمل عليها. ده الخبر اللي معانا، وإن إحنا نعمل على أساس الدستور اللي عفوا على أساس الوثيقة اللي جت لنا من لجنة الخبراء العشرة وليس دستور 2012. خبر بيقول غدا اللي هو مقصود بيوم الأربع 50 تستكمل التصويت على مواد الدستور. المتحدث الرئاسي اللي هو المستشار عفوا السفير إيهاب بدوي ينفي لقاء الرئيس بالأعضاء الاحتياطيين باللجنة، وسلموه بيقول لا صحة للإبقاء على المادة 219، ونشطاء يدعون للتظاهر أمام الشورى اعتراضا على سرية الجلسات. نتمنى إن هذه المادة الكارثية تختفي من الدستور. كفاية قوي اللي موجود في المادة التانية، وهذه المادة التانية أصلا كانت مقحمة أصلا في الدستور، وأنا عرضت الحركة قبل كده مسيرة تاريخية عايز أقول يعني استعراض لدساتير مصر كلها. يعني حتى المادة التانية كانت موجودة في دستور 23 وفي غيره من الدساتير، لم تكن بهذا الوضع التمييزي الموجود في دستور 2012 اللي هو في دستور 71. فأعتقد يعني المسألة مش ناقصة، كفاية المادة التانية بكل ما فيها وبكل ما عليها وبكل ما تفتحه من أبواب على مصر، لكن أعتقد المادة 219 دي في حالة عودتها سيكون هذا خيانة للثورة، سيكون هذا انقلاب على مفاهيم الدولة المدنية، ويعني وضع دستور جديد لمصر مش مسألة محل مفاوضات ومساومات وسيب ونسيب وديني حتة واسيب لك حتة. واللي بيعمله عمرو موسى، عمرو موسى راجل محترم وشخصية وطنية، وانا يعني انا كنت عضو في الحملة الرئاسية بتاعته، لكن اعتقد ان دبلوماسية عمرو موسى غير مطلوبة وغير مقبولة في هذه المراحل. دايما عمرو موسى الراجل دبلوماسي يحب يوفق، يقول كده كلام يعني كلام يتخذ كده في المطلق، كل واحد يفوق مزاجه، كل واحد ياخد منه اللي عايز ياخده منه. احنا في وضع فاصل، مصر بتمر بمرحله مفصليه، مرحله يعني عايز اقول حاسمه، لا يجب ان يوضع الدستور بهذه الطريقه الدبلوماسيه الناعمه اللي عمرو موسى يعني اعتاد ان هو ينتهجها يعني في يعني من خلال شغله في السابق. يعني نروح للوفد في الصفحه 7، سياسيون ودستوريون بيقولوا ان ازمه في الصفحه 7 جدل مثير حول وضع المؤسسه العسكريه في التعديلات الدستوريه. شخصيات سياسيه ودستوريه يرفضون تحصين منصب وزير الدفاع ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة باختياره بنص دستوري. ما هو برضو اختياره بنص دستوري هذه مشكلة يا جماعة. في كل الدول المحترمة الجيش ما بيختارش رئيس ولا بيختار وزيره، الجيش بيختار وزير الجيش أو وزير الدفاع أو وزير أي كان المسمى بتاعه ما بين رئيس الجمهورية والبرلمان. رئيس الجمهورية بيتم تسمية الوزير، والبرلمان بيقول أنا موافق مش موافق. لكن النهاردة إن الجيش يتدخل إنه يختار
القيادة بتاعته دي مسألة تفتح والقضاء يختار قياداته واحنا كل واحد يختار قياداته خلاص بقاش في دولة بقى في حاجة بقى كده دويلات صغيرة وكل واحد هو رئيس جمهورية نفسه كده زي ما كان بيقول في الفيلم يعني. وأيضا بتقول الوفد أزمة الاحتياطيين تهدد لجنة الخمسين انقسامات بين الأعضاء حول التصعيد أو قبول الأمر الواقع. أيضا في الوفد المحاكمات العسكرية والهوية تشعل الخلاف داخل لجنة الخمسين. الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيقول أن التصويت على مواد الجيش والمادة 219 ينهي الانشقاقات الحالية. ودكتور جابر نصار بيقول أن المؤسسة العسكرية لم تضغط على الخمسين وسنلتزم بما يقرره الأعضاء. ده حسب بتقول جريدة الوفد. والمصري اليوم في الحقيقة في الصفحة الأولى السيد عمرو موسى بيقول لا تحصين لوزير الدفاع. هو انا مش فاهم هو تحصين وزير الدفاع بشكل عام ملوش حصانه بشكل عام ولا وزير الدفاع الحالي على اعتبار ده الوزير الدفاع يعني الان بدور سياسي معين وبالتالي قد يكون يعني في احتمال لملاحقات اخرى يعني لا تحصين لوزير الدفاع والسيسي الاكثر شعبيه للرئاسه. الخمسين بتعلن ان اليات ديمقراطيه لعزل الرئيس ومصر لن تصبح دوله دنيا. مصر لن تكون دوله مدنيه بالمفهوم الحقيقي الا اذا تم وضع كل شيء في مكانه نحط النقط على الحروف كل حاجه في مكانها. انت بتلبس القميص وبعدين بتلبس فوق الجاكيته ما ينفعش البس الجاكيته وبعدين البس ورا القميص. تخيل لو انا جيت احركها بكره مبدل يعني القميص فوق الجاكيته تحت اعتقد يبقى منظر يعني مضحك ما حاجه مسخره يعني. مصر مش هتستقر ومصر مش هتمشي في طريقها الصحيح الا اذا كل حاجه اتحطت في مكانها. الدين اتحط في مكانه. احنا ما بنقولش يا جماعه ان احنا نلغي الدين. الدين موجود وده شعب متدين بطبيعته بفطرته سواء كنا مسيحيين او مسلمين احنا متدينين. واللي يقول واللي يحاول ان هو يركن الدين او ينحيه جانبا واحد يعني عنده حاجه في عقله. لكن يا جماعه ما ينفعش الدين كده بيطل لنا كده بينطلق في الدستور الهويه الكلام ده كله وكاني لو ما تنصش عليه مصر دي بكره تاني بكره مش هتعرف ربنا والدين ده هينهار والجوامع هتتهد والكنائس هتتهد. كلام غير مقبول يعني. كل الدول اللي سبقتنا في العالم كله يا جماعه ما نشوف الناس سبقتنا ازاي. احنا شعب متدين حطوا الدين في مكانه. لكن النهارده حط مناخير في كل حاجه الهويه الهويه الهويه. طب ولما قبل الدستور بتاع 2012 ولا قبل الدستور 71 هل مصر ما كانش عارفه ربنا وربنا هتعرفه بالدستور؟ هو ربنا نعرفه بجمله في كتاب ولا في بتاع اسمه الدستور؟ يعني كلام يعني حقيقه انا يعني في مشكله. وللاسف الشديد النهارده السيد عمرو موسى اللي بيرضخ لجماعته حزب النور وبيحاول يتفاوض وجماعه ونقروا الكلام ده كله حزب النور هو المتهم الرئيسي. وانا الكلام ده بقوله على مسؤوليتي انا كلامنا مش على مسؤوليتك ده رايي الشخصي واوقع عليه باسمي انا سامح محروس. حزب النور هو المسؤول عن حاله الارتباك السياسي اللي اصابت مصر من سنه 2011 من استفتاء 19 مارس 2011 لما تم التصويت غزوه الصناديق وقول اه اللي مش عارف يخش الجنه ويقول لا مش هيخش الجنه ومش عارف والتصويت الهويه والكلام ده كله حال الارتباك السياسي مش مسؤول عن جماعه الاخوان. صحيح جماعه الاخوان ليها كوارثها اللي ظهرت اثناء ما ظهرت الحكم لكن هناك كارثه اكبر قام بها حزب النور هو اللي عامل حاله الارتباك السياسي اللي في مصر كلها بتعيشه. وعنده ناس ما كانش لهم علاقه بالسياسه طول عمرهم ماشيين مع امن الدوله ومع وكان في النظام وكان بنشوفهم كده في مقرات امنيه وتلاقي واحد شيخ كده وكنت بتعجب تشوف في مقر امني معين واحد وقاعد بيقوم الناس وراه بيصار كان ليهم كده دور معين يعني هو كان بيستخدمه كادوات بشكل او باخر لحاجات من تحت وحاجات من فوق يعني. وفوجئنا كده حصل انفجار كده في المجتمع انفجار سياسي في المجتمع واصبح السلفيون النهارده بيفرضوا كلمتهم على المجتمع عايزين يسلفنوا مصر ولا يوهبوا مصر ولا يعملوا ايه في مصر. هي انا مش عارف. ومصر لا يمكن ان ترضخ ومصر لن تركع الا لخالقها. مصر مش هتسجد غير اللي خلقها بس مش هتسجد اللي طيار عايز يجر مصر في اتجاه ولا ده يجر مصر في اتجاه. مصر اللي احنا عايزين نسردها هي اللي لازم ترجع لنا مش مصر بتاعت السلفيين مش مصر بتاعت ياسر برهامي مش مصر بتاعت اي حد من اللي عايزين يعني عايز اقول يصبغوا وجه الحياه في مصر بلون معين واتجاه معين. وانا عايز اقوله بقول الكلام ده هم دلوقتي التيار السلفي اخطر 100 مره من اللي كانوا بيعملوه الاخوان في مصر. واذا الدوله رضخت لما يطلبوا السلفيون في موضوع الدستور الجديد وفي غيره من القرارات المصريه اللي بتحدد مصير الدوله المصريه اعتقد هنقول ان على هذه الدوله السلام وهتفشل الثوره الثانيه وهيكون في موجه ثوريه ثالثه وموجه ثوريه رابعه ولن يهدأ الشعب المصري الا لما يسرد دولته مصر يكون لكل المصريين مش مصر اللي عايزين يلبسوها برقع ولا يلبسوها ما اعرفش ايه ولا الكلام ده كله. كلام غير مقبول. وانا بحاظر اقول ان السلفيين اخطر 100 مره من الاخوان. للاسف الشديد انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل. واحد النهارده بيكلمني بيقول لي وفلان وعلان المبرطعين دول كلهم وعايزين النهارده يقدموا لسوق ان هم دول ناس حبايب الدوله. واحد يقول لك ده في تهديدات ياسر برهامي. مين عايز يهدد ياسر برهامي؟ مين هيهدده يعني هيهدده هيئه ياسر برهامي يعمل بيه ياسر برهامي؟ ده يا جماعه ده انتوا السلفيين هيئه لك واحد سلفي زيك. كلام يعني انا الحقيقه مش قادر افهمه يعني. عموما نروح للملف الرابع بقى موضوع سينا عشان تقريبا كده وقتنا خلاص. الدستور في الصفحه الاولى بتقول ان الدستور الجيش يواصل عملياته ضد الارهاب شمال سينا ضبط 71 هاربه من احكام واغلاق معبر رفح وتدمير نفقايني. الوفد في الصفحه الاولى الجيش يعلن القضاء على 80% من الارهاب في سيناء. مصدر عسكري بيقول القبض على 20 تكفيريا وتدمير 12 وكرا واربع انفاق.
والمصدر العسكري بيقول ان عمليات مداهمه اوقار التكفيريين تمت بمعاونه المخابرات والامن الوطني واختفاء الارهابيين وسط السكان يعطل الفتك بهم في اسرع وقت. واسرائيل بتقول ان الخطوه القادمه الصدام المباشر مع المنظمات الارهابيه في غزه. يعني الجيش بيقول ان 80% خلص من 80% بالارهاب. نتمنى بس انا عايز يعني 80% يعني انت عندك بيان بحجم الارهاب وتقول انا خلاص 80%. يعني انا حقيقه مش عارف يعني يعني ولسه يعني لسه قدامنا 20% كنايس لسه يعني برضو يبقى على قد الخمس الباقي يبقى هيضرب بيه برضو كنايس وهيموت بيه اباط ويضرب بيه ناس هنا وهنا وهنا والكلام ده كله. وروز اليوسف في الصفحه الاولى ملاحقه الارهابيين والمهربين بسيناء والمحافظات. الداخليه تعلن خلال ساعات عن المتهمين بمحاوله اغتيال الوزير وتكشف عن هويه الرائد وليد بدر اللي كان الانتحاري اللي تورط في تفجير الموكب بتاع وزير الداخليه يوم 5 سبتمبر الماضي. واليوم السابع بتقول اليوم السابع الجيش الثاني يطارد جماعة أنصار بيت المقدس بسيناء. ومصدر عسكري يعلن بيقول إن الجماعة مسؤول عن أعمال العنف والتفجيرات ضد الأهداف الحيوية. بسرعة كده نروح ملف الخامس وهو ملف الإخوان المسلمين والإرهاب. اليوم السابع بتقول في الصفحة الأولى اليوم ثاني جلسات محاكمة بديع والشاطر في قتل متظاهري الإرشاد. مصادر ترجح عدم حضور المتهمين للجلسة بسبب الدواعي الأمنية. والدستور في الصفحة الثالثة خلايا الجماعة الإرهابية طلاب الجماعة الإرهابية يواصلون العدوان على الجامعات. الشبكات عنيفة بجامعة القاهرة ومحاولات لاحتلال ميدان رابعة العدوية مرة أخرى. الكلام ده أيضا بتقوله طب هنوصل له يعني بعد كده. الدستور أيضا في الصفحة الأولى الصفحة الثالثة استشهاد 3 أفراد شرطة في هجوم إرهابي استهدف كمين طلخة. كمين أمني في طلخة إرهابيين راحوا ضربوه استشهد فيه 3 أفراد شرطة. شاهد عام بيقول إن في 4 ملثمين يستقلون دراجتين بخاريتين أطلقوا النار على النقطة الأمنية وهربوا من اتجاه جمصة. والحقيقة اليوم السابع في الصفحة الأولى بتقول المنصورة تنتفض ضد المحظورة في جنازة شعبية لشهداء الشرطة. استشهاد 3 جنود في هجوم مسلح من 4 ملثمين على كمين الدقهلية واستنفار أمني واسع لضبط الجناة. ونعود للدستور بلاغ يطالب بإحالة عائشة الشاطر بنت خيرة الشاطر لمحكمة الجنايات. البلاغ بيقول ان بنت الشاطر متهمة بالتحريض على الفوضى والتعدي على الجيش والشرطة. وروزا اليوسف في الصفحة الاولى الاخوان بالازهر يفشلون في اقتحام السياج الامني على طريق النصر. والوطن في صفحتها الاولى الاخوان الملثمون يفشلون في اقتحام رابعة ويعتدون على الاساتذة. ومصادر بتقول لجريدة الوطن ان تفجير موكب وزير الداخلية تم بقنبلة وحزام ناسف. والطب الشرعي بيقول انتهى من تحليل 10 اشياء لشخص واحد ومراحقة ضابطين سابقين شاركة في التفجير وفي كنيسة الوراق. طيب هو المخرج عايزني اختم بس انا قبل ما اختم معايا خبر مهم من جريدة الوفد. طبعا حضراتكم متابعين طبعا يعني فضيحة التجاسس. امريكا بتتجسس على العالم كله. ده مش امريكا بتتجسس حتى على مواطنيها ولا بتتجسس على زعماء او كلام ده بيتجسس. ده تم رصد 1.9 مليار مكالمة. مليار مكالمة سمعت ازاي؟ يعني ما قلت 1.9 مليار دقيقة. يعني ده الواحد ممكن يقعد طول عمره 100 سنة ما يحقش يسمعهم. يعني طبعا اجهزة امنية. فالوفد النهاردة في الصفحة الاولى بتنقل خبر مهم جدا بتقول مفاجأة المخابرات المصرية وراء كشف فضيحة اوباما جيت. المخابرات المصرية هي التي كشفت فضيحة اوباما جيت. واشنطن تعترف بالتجسس على زعماء العالم. ومسؤول الماني يوجه الشكر للقاهرة. الازمة تمتد الى اسبانيا وغضب اوروبي من التنصت الامريكي على اسرار الدول. والدستور في الصفحة الاولى اليوم نظر طيب الخبر النهاردة اليوم نظر دعوة حل جماعة 6 ابريل بتهم التلقي التمويل الاجنبي والتآمر على الجيش. وهذا هو اخر ما يختتم به صحافتنا النهاردة. غدا نلتقي مع صحافة جديدة واحداث جديدة. وشكرا على حسن المتابعة.